بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما صفة بيع العينة وما حكمه؟ بيع العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين بأقل مما باعها به مؤجلا، لأنها حيلة إلى الربا، كأنه باع مبلغا من الدراهم بمبلغ أكثر منه مؤجلا، وجعل السلعة حيلة ووسيلة فقط، لأن السلعة أصبحت غير مقصودة، وإنما المقصود بيع نقود بنقود مع زيادة وتأجيل. وحكمها أنها حرام لورود الوعيد والنهي عنها، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالجهاد ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الشاهد منه قوله: إذا تبايعتم بالعينة، لأنها حيلة إلى الربا المحرم. نعم.